ذكر قائد اللواء 3 عاصفة اللواء محمد العجابي أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع الميليشيات الإنقلابية المتمركزة في تبة الشتيفي في مران واستطاعت إصابتها بدقة عالية، وأشار إلى أن القصف أسفر عن تدمير الأسلحة والمعدات الثقيلة التي كانت تتواجد في ذلك الموقع إلى جانب تدمير المتارس والتي كانت تتحصن فيها الميليشيات، وقتل وجرح كل من كان في الموقع.